استنكر المجلس الجهوي لهيئة الموثقين ستات برشيد الدر وحد سوال مؤن وحكة يوم أمس الاثنين تصريح وزير العدل، أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع، بالإضافة إلى الرفض المطلق للموثقون الاستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة العدول. وعبر الموثقون عن احتفاظهم لأنفسهم بحق اللجوء إلى مختلف أشكال النضال لانتزاع حقهم والدفاع عن مكتسباتهم في حالة فشل الحوار وعدم تراجع الوزارة على قرارها. اليوم كان عقد الجامع العام ديال الموثقين ديال الجهة ديال ستات برشيد حد سوال من الدروة والنواحي حول موضوع كيهدد المصالح المواطنين ومصالح الموثقين كذلك، وهو فتح باب الإيداع. فكاين مشروع مسودة قانون موضوعة بالأمانة العامة من الحكومة هي فتح باب الإيداع بالنسبة للعدول. كنعلموا بأنه العدول ليس لديهم تكوين وليسوا مؤهلين لهذا باش يقبلوا الودائع ديال المواطنين، ولهذا اجتمعوا الموثقين للجهة وكان الحضور 100% ديال جميع الموثقين، وكان أنهم متفقين على نقطة واحدة وهي الرفض التام لفتح باب الودائع للعدول. وكذلك تم الاتفاق على أنه توسيع دائرة اختصاص الموثقين وكذلك حصر باب دائرة الاختصاص للعدول، وسيقوم الموثقون بإرسال جميع مقترحاتهم لتعديل القانون 32/09 المنظم لمهنة التوثيق العصري، سيقومون بإرسالها للمجلس الوطني. وخلص الجمع العام للمجلس الجهوي لهيئة الموثقين إلى اعتبار ما قامت به وزارة العدل تعديا وتجنيا على مهنة التوثيق، مؤكدين أن مهنة العدول لا يمكن إصلاحها عبر تدمير مهنة التوثيق والإجهاز على مكتسباتها التاريخية.